لصناع القرار، لحراس المعبد. كان مرشح قوي، نعم، كان اسمه مطروح كرئيس في 2024، نعم كان اسمه مطروح بقوة. طبعا بعد مفاوضات وبعد كذا وبعد كذا وبعد كذا تقرر ابعد، قالوا له خلاص روح شوف طريقك، روح تلهب امور خدا اخرى. الفكرة راحت، وتم الاتفاق على عهدة ثانية للرئيس تبون. لما ترشح الرئيس تبون انتهى، لا يوجد منافس لرئيس تبون، انتهى هو الرئيس، لان صناع القرار حراس المعبد قرروا ان يكون الرئيس القادم هو تبون. لا علاقة للقاشي والتصويت وكذا وكذا. الان صناع القرار وحراس المعبد يراهنون على نسبة المشاركة، وليس تصويت لمن، لا يهم التصويت لمن، ما يهمش، تروح شارك وعاونا بالسكات. انت كمواطن اروح شارك، دير الطابور وشارك وكذا وكذا، القرار نحن من نقرر. هذه حقيقة. القاشي الهيشر ما يحبش هذه الحقيقة، وصناع القرار نفس الشيء ما يحبوش، يقولك عايش تفضح فينا بنز ديرك. هذه الحقيقة، الشعب مطالب بالمشاركة ويبلع فمه. اروح شارك وسكت، شارك وديرنا للاخر البي في فينال، المحضر النهائي نحن من يقرر. احيي الوالي السابق لولاية وهران ولاية عنابة اللي راهو الان يعني مؤلف كاتب، نشكر على المساهمات الكبيره نتاعو اللي راهي يساهم في توعيه الاجيال القادمه من خلال كتبه اللي هو بشير فريك. بشير فريك لانه رجل دوله، ولانه ابن شهيد، ولانه مسؤول، قال الحقيقه، قال نعم ساهمنا في تزوير الانتخابات 97، زور الانتخابات. والعبد الضعيف سعيد بن زيري نفس الشيء، انا اعترفت قلت نعم لمصلحه الوطن كنا ملزمين بتزوير الانتخابات، يا اما نزوروا الانتخابات ونعطوها الناس نعرفهم ونثق فيهم ونضمن ولائهم للوطن، او نخلوا القاشي الهيشر يمد صوته بكل ديمقراطيه ويدوا جماعه الجبهه الاسلاميه للانقاذ ارهابيين، لانه القاشي هذاك تعطيله الديمقراطيه ما يعرفش يتصرف فيها، تعطيله واحد مش عارف هنا هيشر، تعطيله فيراري اخر طراز ما يعرفش يسوقها يدخل في الحياه، لازم تعطيله ايركات وبعد تبدا تطلع فيه ايركات وبعد اير 5 وبعد اير 12 وبعد كاير 6 وبعد كذا 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 باش توصلوا للمرسيدس. مرسيدس عبس ما تزيدلوش، تعطيله لامبورجيني وتعطيله فيراري وتعطيله حاجه بورش يدخل في الحياه. اذا هذا الهيشر لا يستحق الديمقراطيه في الوقت الحالي. الهيشر اللي يحط الخبز مع الصبابط في الجامع ما تقدرش تعطيله رب الديمقراطيه، ما يفهمهاش ديمقراطية. كلها يدير في سندويتش ويدير معاها فريتون لاب بالبيض وياكلها، فريتون لاب بالبيض وياكلها، ما يعرفش. ما تعطيلوش ديمقراطية، خليه قسام واعطيلو الشطرق، اعطيلو القزول، اعطيلو الرونجاس، خليه دخل قسام كفلو الخرطان والشعير وخليه ياكل. لأنه يعني يحط الخبز في الجامع مع الصبابط، واش تنتظر منه؟ إذا الدولة قررت أن يكون الرئيس القادم هو تبون. تبع واسكت. احنا قابلين، لماذا؟ لانه ما عندناش خيار، لان النظام اعطاك ثلاث مترشحين، اقبل هذا ولا هذا ولا هذا، احلاهما مر، احلاهما مر، لا يوجد فيهم الافضل، لكن يوجد فيهم الاقل سوء، الاقل سوء والاصلح لتسيير شؤون البلاد هو رئيس تبون. هذه الحقيقة. نفس الشيء في 2019، لماذا نحن كنا نعارض الانتخابات في 2019؟ لأن كنا متأكدين باللي كان خيار صناع القرار في تلك الفترة خيار خاطئ، خيار خاطئ. على هذا الأساس اللي قلنا لا، خطوكم القسم الانتخابات هذه أنا أعطيكم الواد. بعد خمس سنوات جماعة بوصبو على أزرق، جماعة بوصبو على أزرق، جماعة الباديسية نوفمبرية، الآن راهم كل ضد تبون، لأنه قال لك بالنسبة لهم خدعهم، داروا علينا وما دارناش ودارهم ضد الانتخابات.
لماذا؟ لأنه عندهم حسابات شخصية، كانوا يراهنون على فوز تبون حتى يقضوا مصالحهم، ما يهموش مصلحة البلاد. احنا ونفتخر ونعتز ونقول احنا، انا نتكلم على نفسي وعلى جماعة اللي عندهم نفس القناعات اللي عندي، ما انا محتاج رب تبون ولا غيره، احنا محتاجين رب تزير. 2019 قاطعنا الانتخابات ورفضنا تبون ورفضنا غيره لمصلحة الوطن، واليوم نساني تبون وبقوة بالحديد والنار، ليس لمصلحة تبون بل لمصلحة الوطن. شوف ذاك التناقض، رفضنا تبون في 2019 لمصلحة الوطن، وبعد 5 سنوات تأكدت واكتشفت واقتنعت أننا كنا على حق وكنتم غالطين. هاي النتيجة. الآن نحن مع تبون بالعقلية وبالقوة، ليس حبا في تبون بل حبا في الوطن، للحفاظ على أمن واستقرار البلاد، للحفاظ على سيرورة وديمومة الدولة الجزائرية. نحن مع تبون لعهدة ثانية، نحن مع تبون لعهدة ثانية، نعم للانتخابات وبقوة، نعم لتبون لعهدة ثانية. إذا ما قاله الأستاذ عبد العزيز غرمول هو الحقيقة، النظام والدولة تعطيك خيارات وديلك هاك، ديلك هاك، ما تخليكش يعني أمشي هاك، نمشي هاك، نعطوك خيارات بس نمشي هاك. حسني وشيش تبون، تشوف انت حسني وشيش تبون، نمشي مع تبون، نمشي مع حسني مع احترامي ليه على بالنا ورايحين، مش كشخص، كتيار وكمنهجية ومنهج. رحيل الكارثة مثل ما حدث في مصر ومثل ما حدث في كثير من الدول اللي حكموها الإخوان داخلين في حياتي. نعطوها لأوشيش مسكين مراهق سياسي مع احترامي ليه قاعد يمص في صبعه، مش فاهم طبيعة الدولة، مرة في الدار نعطيه 2 ملايين، طالب في الجامعة نعطيه 2 ملايين، المواطن نعطيه 4 ملايين، ما فهمش نقسمه، هذا منين راح يقرا في الدراهم، مش عارف منين يتبع في الخطاب. تبون رانا عندنا ميزانية وكذا وكذا، وتبون يخدع فيه يطبع فيه، هو اصدم اصدم يا صدام، وقال لك نوزع الدراهم، منين تجي قسم دراهم؟ هذا الشكاية اللي تهضر عليها انت، مرة نعطيه 2 ملايين والطالب نعطيه 2 ملايين والاخر نعطيه 4 ملايين، منين راك توزع هذا؟ رزقنا ناكو السين، ما عنده حتى ثقافة الدولة، مش فاهم، مش فاهم بلا يسير دولة، يحسب روحه راح يسير في حزب الافافاس، حزب الافافاس راه في مديونية داخلية راه مخنوق لهنا، الحملة الانتخابية مش لاقي كيفاش يخلصها، وجاي يهضر لينا على الدولة حوسي مد الخزينة، يعني لو كان يحكم هذا وشيش 6 شهور الخزينة تفرق، 6 شهور الخزينة تروح، دور ما يبقى، خاصة إلى طاح سعر البترول، نولوا اطلب لينا نشتيلك. شوفوا لحياني وش راه يقول لحياني عثمان، الذرة تحمل الجرة، عندما يقول مسؤول حزب سياسي يدعم الرئيس المترشح أن الانتخابات محسوبة وأن التنافس قائم على الرتبة الثانية، فهو يشجع بالأساس على مقاطعة الانتخابات الرئاسية أكثر من أي عوامل أخرى، لأنه يقول بوضوح للجزائريين أن الانتخابات انتهت قبل أن تجرى، وأنه ليس هناك داعي للذهاب إلى صناديق الاقتراع، وأن التصويت من عدمه سيان. ليس هناك فرق بين تصريح مثل هذا وبين من يدعو للمقاطعة، على الأقل الثاني الذي يدعو المقاطعة له دوافعه سواء كانت سياسية أو غير ذلك، بينما التصريح منفلت من داخل دائرة الرئيس المترشح يغذي أكثر عوامل العزوف عن التصويت ويعزز كل المبررات التي يستند إليها التيار الذي يتبنى المقاطعة، يحمل هذا التصريح وكذا 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 وكذا. طبعا الأخ عثمان الحياني طبعا يتكلم على بنقرينا الذي صرح أن الأمور محسومة ومرشحنا هو الفائز وكان نهضر على الثاني وكذا، هذا تصريح غير مسؤول، تصريح غير مسؤول، تصريح مستفز للشعب، لأن واحد كي يسمع بنقرينا يهضر كما يقول خلاص تم قررين شكون رئيس تبون، هون عليه راح نصوت صوتي، أنا ليس صراحتكم سعيد بن زديرة مش تبون ومانيش بنقرينا وما عنديش علاقة بالأحزاب السياسية، ولكن صراحتكم الرئيس هو تبون، بلادي جدكم الحلوب بالحلوب غير هو تبون، الآن مطلوب منكم يا القاشي وشني، عاونونا في وجه ربي، صوتوا بقوة، أرفعوا نسبة المشاركة فقط أمام كاميرات العالم وأمام الهيشر تاع الخارج باش يشوفونا بلي الشعب متحضر ونشاركوا الانتخابات وكذا وكذا، هاي هاي وكذا وكذا، هذا واش نحتاجوا؟ أو بالأحرى هذا واش يحتاجوا هما؟ لأنه يعني أنا أصلا ما صوتش، ما عنديش حتى بطاقة الانتخاب،
ولكن من الضروري جدا أن يشارك الشعب الجزائري بقوة في التصويت، ليس حب في تبون لأنه تبون فايز بيك ولا بلي بيك يا بخلونة. تبون راه رائد.